كل مرأة برأيك اليوم قادرة على الانفصال عندما ينتهي حبها؟ أكيد لا، بس كمان إنه واحد يضل عم بنبش على ساعاته مطرح ما ضيعها أو مطرح ما وصل لمحل بطل سعيد، مثل اللي عم بيعمل شيء يعني محال. نعم. خلص مطرح اللي ما عاد في أفق لأنه واحد يعمل شيء جديد، يشوف شيء جديد، مفروض إنه يكون عنده القدرة والجرأة على التغيير. أنا ما عم بقول إنه سهل الانفصال، وفي كتير سيدات ما بيقدروا لأسباب العلاقة بالمادة، بالوضع العائلي، بنظرة المجتمع، لا. ما بيقدروا ينفصلوا لو كانت هيدي إرادتهم. صحيح. بس اللي عنده القدرة وبس خايف من ناحية إنه بعدين شو، أنا هون بقول إيه لازم خاف، وأنا حدا كتير بخاف، بس إذا بضل محلي ما باقي محلي، إذا بدي روح على مطرح جديد، على أفق جديد، إذا بدي جرب بمحل من ما بالحياة هيك اغرف شوية عمر وسعادة أكثر، بدي غير